كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي. هي جنة طابت وطاب نعيمها. إن لم يعيدنا هذا الوباء إلى الله فوالله نحن الوباء وليس كورونا، فلا بد أن نقف مع أنفسنا. بينما كانت المساجد خالية من المصلين في صلاة الفجر، ها هي خالية في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى يعلم تارك الصلاة قيمة المسجد، وحتى يعلم من يصلي قيمة المسجد. ها هي البنوك التي كانت تعج بالربا، ها هي تقفل كل القروض الربوية وتمتنع أن تصدر مراسم القروض الربوية. هل خوفا من الخالق؟ لا والله، وإنما خوفا من المخلوق. فوالله لو أن هذه الأمة خافت من الخالق بقدر ما خافت اليوم من مخلوق لا يرى بالعين المجردة، والله لتغير حالنا. وها هي الإصابات، قد تعدت المليون إصابة في العالم، ولكن أحبتي سأسرد لكم أعجب رسالتين وقصتين وأختم إن شاء الله. ذكر الأولى دكتور عن رجل في أوروبا قبل أن يموت، أعطى لهذا الدكتور الرقم السري لحسابه في البنك وقال أخرج ما فيه من مال على أن تعيد لي حياتي. أعطى رقمه السري لهذا الدكتور، قال أخرج من البنك كل ما أملك من المال، وكان غنيا، قال وأرجع بها صحتي. صدق الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يريد للدكتور أن يخرج مال البنك وما يحمل من مال ليعيد صحته. وكم من يوم من شبابنا من هم أصحاء، كم من بيننا من الرجال من هم أصحاء، ولكن المرض هو أقصر رسالة للإنسان يقول له فيها ما أضعفك أيها الإنسان. وبينما مات مصاب بمرض الكورونا، أرسل الأطباء إلى أولاده كي يأتوا ليودعوه، حتى ولو من خلف زجاج. انتظروا هل يأتي الأولاد ليودعوا أباهم وقد أصيب بمرض كورونا؟ لم يأتي واحد منهم، ودفن وحيدا فريدا دون أن يلقوا عليه نظرة الوداع خوفا من كورونا. صدق الله، يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. والله إن لم نأخذ العبر والعظات في هذه الأيام فإن حالنا لن يتغير.